هذا الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق، يتفضل فضيلته مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وللأمر يومئذ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فقال لهم رسول الله ما فعل الله عصبيا فكذبوه فعقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ
ربك الذي خلق علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بخير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم آيات الله البينات والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جوزة سعد علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق. كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء وإلى شيخ نواب محافظة الشرقية سيادة النائب صاحب الواجب دائما سيادة النائب الحاج لطفي شحاتة عضو مجلس النواب وشيخ نواب محافظة الشرقية والذي لم يكتفي بإرسال برقية عزاء رغم سفره والذي آثر على المجيء بنفسه ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل بل لأهالي بنف جميعا وهذا ليس بجديد على سيادة النائب الحاج لطفي شحاتة شيخ نواب محافظة الشرقية وعضو مجلس النواب فهو دائما صاحب واجب وصاحب فضل. وتنا إخوة الإيمان والإسلام وزيعت هذه التلاوة القرآنية المباركة عبر أثير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات من تكرر الإذاعات الخارجية إدارة الحاج محمد الخولي المقيم العوسجة مركز هيهيا مخازن الفراشة علي الأسوس خدمة الضيافة المميزة محمد القط الهندسة الكهربائية أحمد الصباغ خدمة النت العالمية عبر العالم فهي لعميد مصوري مصر المهندس ناصر صلاح وأولاده المهندس صلاح ناصر صلاح والمهندس محمد ناصر صلاح شارع وادي النيل الزقازيق. وتنا إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا.